قلنا ناريمان غسان. يلا نوني تعي اختارين السؤال، اختاري السؤال منا قبل وبعد. تعالي ماما قلم، يلا كتبي حبيبتي، كتبي 17 قبلها. نعم أحسنت. بعدها ممتاز. روح اختاري تبع السؤال ثاني. علاقة الجمع والطرح. تعي ماما تعي طلعينا علاقة الجمع والطرح. سويني 2 زائد 3 بذني السمايلات 2 زيديهم 3 هنا زائد 3 2 3. كتبي المسألة وشوف ايش قد يطلع. 3 ايش قد صار؟ 2 زائد 3 اذني قدامك 5. هسه سوينا بالطرح سوينا 5، تتبي 5 ناقص 3 ناقص 3. يلا سويهم هنا 5، خلي 5 سمايلات ونقصيهم 3. 1 2 3 4 5 نقصيهم 3 شيليهم قد يبقى. نعم احسنتي. روح اختاري السؤال بعد. احسنتي. روح اختاري السؤال نوني. يلا هسه المحطة الثالثة وين راح نتوقف؟ النمط. تعي شكلي لنا نمط. يلا ماما شكلي لنا نمط منتظم. منتظم نمط منتظم. ناريمان هاي وردي شنو اختاريتي انت هسه؟ يلا احمر وردي احمر. يلا بعد نعم وردي ممتاز. يلا نروح المحطة الرابعة اختاري السؤال. الجمع. يلا أمامك هنا اختاري مسألة وجمع. 7 زائد 3 يلا طلعي 7. طلعي 7 مكعبات. 4 زيديها 3 3. يلا ايش قد العدد؟ كتبي 10 هنا. كتبي 10 10 أحسن. يلا اختاري المحطة الرابعة السؤال. يلا ماما الجمع بالقلب. يلا تعالي تجمعينا هاي المسألة اقريها. 6 زائد 4 يلا شو تخلين بالقلب؟ 6 بقلبي نعم والأربعة يلا عدي 7 8 9 10 كتبي هنا ماما 10 وتعالي وياي للمحطة الأخيرة حتى نفوز بالعشرة. يلا اختاري لك سؤال. ها يلا طرح. تعالي ماما تعالي كتبي لنا تعالي 9 9 كتبي 9 ناقص 4 ناقص 4 يساوي يساوي. يلا عدي 9 شكليهم عدي صوتك. 5 6 7 8 9 ايش قد تنقصين منهم؟ 4 يلا 1 نعم 2 نعم 3 4 كم الباقي؟ 1 2 3 4 5 خلي الخمسة. أحسنت ناريمان فزتي بالعشرة واختاري الحلويات تردينها. شكرا ماما.